الآن قدم موسم رائع بأقل الإمكانيات المادية على غرار فرق أخرى كانت متواجدة في الدوري المصري الممتاز، والتجديد للكابتن مجدي عبد العاطي للموسم القادم، وحتى الآن في وسط الجدول هو مركز ممتاز لفريق زد. حتى في أول مباراته يعني 9 مباريات لم يعرف من خسارة، 5 فوز و4 تعادل. معدل تهديفي قوي جدا، يمكن 44 هدف صحيح. يمكن من الناس اللي هي يمكن اوائل الفرق اللي اتحط كريكورد بالنسبه للتهديف. فرقه زد فرقه محترمه وتجربه يجب الوقوف عليها بشكل كبير جدا، سواء في التحضير ليها او ادارتها بشكل عام. انا شايف ان زد الفرقه الوحيده في الدوري اللي تم اعدادها وتحضيرها بشكل جيد جدا، ولازال وبيتم حتى التجديد لمجد عبد العاطي اللي هو يمكن احد ابرز العناصر اللي فيها. صحيح. بتدي له الطمأنينة بشكل مميز جدا، وزائد ان انت النهارده زي ما انت قلت مش بموارد عاليه يعني، وهو ده النجاح فعلا، والاستثمار في اللعيبه بشكل مميز جدا، لانهم اغلبيه اللعيبه اللي موجوده كلها اعمار صغيره، الانتقاء فيهم كان بشكل العين كانت مميزه جدا في انتقاء اللعيبه. النهارده لو جيت بصيت لكل السكواد بتاع زد هتلاقي لعيبه تقدر تتباع بمبالغ مميزه جدا، وهي جايه اصلا من مبالغ اقل من المبالغ اللي حتى الانتدابات الشتويه جاب عبد الرحمن البنوبي وجاب احمد الصغيري وقدموا موسم رائع حتى الان مع فريق زد. العين اللي بتجيب مهم صحيح. جدا، ويمكن ده يعني برضو يعني تدي ريكورد للناس اللي هي إدارة الأندية أو التعاقدات. لازم النهاردة وأنا بجيب لعيب لازم يبقى عندي الحرص أن أنا شايف اللعيب ده رايح لفين، وأنا شايف من المنظومة كلها بالنسبة لزد، لا زد بتعد بشكل مميز جدا على مستوى الفريق الأول وعلى مستوى قطاع الناشئين. وعشان تجني الشكل دوت لازم تدي له وقت وتدي له مساحة. أعتقد أن تجربة زد يجب الوقوف عليها بشكل جيد جدا، لأن خلي بالك أنت هتجني ثمارها بعد 3 أو 4 سنين في لعيبة مميزة طالعة من قطاع الناشئين، زائد تركيبة أنت جايبها صغيرة وحاططها وعارف الهدف منها إيه، وأعمار صغيرة تقدر تديك 3 أو 4 سنين. أنا أتوقع أن فرقة زد مع المحافظة على القوام الأساسي مع تدعيم من قطاع الناشئين، خلي بالك قطاع الناشئين بيشتري بارقام كبيره صحيح. من تحت صحيح. فاديله بس 3 4 سنين وانا بقول لك زد هينافس على الدوري وهيبقى صحيح. موجود في المربع الذهبي، لان بصراحه الاداره الشكل اللي موجود شكل مميز جدا، حتى الناس اللي بتنقي اللعيبه العين قويه صحيح. جدا ومحترمه جدا، نظره مستقبليه زد في المراحل المقبله بالنسبه لفريق زد. كابتن